السلام عليكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على كيفية إنشاء متجر إلكتروني أو موقع بخطوات بسيطة وبدقائق معدودة. هذا الشيء رح نعمله من خلال ويب سايت بيلدر اسمه سايت 123. طبعا اكتب في جوجل سايت 123 حيطلع لك هذا الموقع. الخطوة الأولى أنت رح تيجي تعمل start here وتتبع خطوات بسيطة عشان تسجل. أنا مباشرة رح أجي أعمل log in لأني أنا عندي account. فراح اعمل دخول في ايميلي. طيب الان تجيني هاي الصفحه بحكي له كرييت نيو ويب سايت. الان بيجيك شو نوع الويب سايت اللي بدك اياه. في عندك خيارات عديده جدا. انا ممكن اقول له بدي ريستورانت اند فود. شو بدك تسميه؟ راح اقول له مثلا كينجز اوف فود او مثلا. لغة الموقع عندك لغات عادية جدا منها العربية متوفرة. open a website. الآن قاعد بيحضر لي الموقع ببساطة. شوفوا يا جماعة هاي الموقع تبعي كامل مكمل يعني على شكل يعني مبين صور مطعم لان انا اخترت اشي بتعلق في المطاعم والاكل الى اخره. الان الحلو في الموضوع انه كل هذا الكلام اللي امامك قابل للتعديل طيب خلينا نشوف كيف ممكن نشتغل بعض الاساسيات. ودائما وابدا انا بحب احكي شغله انه اللي بتتعلمه مني او من غيري هو 15% يدوب 15% من اللي انت راح تتعلمه لوحدك لما تقعد تجرب. طيب الآن أول شيء طلع هاي الشكل هذا. شو معناته؟ معناته أنه هذا بيقول لك أنه أنا بصمم لك موقع ريسبونسيف. يعني أنت إذا اخترت يكون كديسكتوب هيو أمامك، إذا اخترت يكون على شكل تابلت انتبه كيف مباشرة موقع كمان بينعرض بآلية جميلة جدا. هذه بيسموها ريسبونسيف ويب سايت. ريسبونسيف ويب سايتس ممكن بدك يكون على شكل موبايل، هاي موبايل او بنيو بيج الى اخره. فانا برجع على الديسكتوب. فهو اللي بصمم لك عبارة عن ايش؟ ريسبونسيف ويب سايت كومباتبل مع كل الديفايسز. هاي نقطة. النقطة الثانية انه اذا بدك تيجي تعدل طيب اطلع انا في عندي هون كل ما اتحرك في الماوس بيجيني ايديت. تيجي على هذا البلوك في ايديت، تيجي على هذا البلوك في ايديت. هون في عندك ايش؟ ازرار. خلينا نجرب بعض الشغلات السريعة. مثلا حطيت انا على The King of Food، اعطاني ايديت لوجو اللي انا سميته هناك. ممكن ارد اغير اسمه هون، فانت ممكن تغير اسم هون وتختار برضو كمان لوجو جنب الاسم. تعال قول له لوجو ميكر، فبعطيك هون شغلات كثيرة. هاي اخترتها مثلا، نقول له هاي على فرض، وهاي سيف. راح جاب لي اللوجو جنب الاسم فرضا، او بتجيب صوره من 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 الجهاز الى اخره. برضو في عندك ايش؟ ممكن تعمل ابلود الى اخره. سكرها او تغير الاسم من هون. سكر هاي. هاي نقطه. هون عندك ايش؟ شوف الباك جراوند. الباك جراوند لو اجيت كبست على باك جراوند فبيعطيك خيارات عديده جدا. لو اجيت اخذت هاي مثلا لاني انا عامل شغل مطاعم مع مطاعم، واخترت مثلا على فرض يعني هاي، شوف حتتغير الالوان. ممكن تغيرها من هون. كالرز من هون من هون من هون. هذا كله انت حر يعني فيك تغيره زي ما بدك. خلينا ارجع على الميديا اختار هاي مثلا. طيب الان الجولز الكلام اللي هون، طبعا هذا الكلام بمجرد ما ضغط انا كليك لاحظ بيعطيك اللي هي امور ممكن تعدلها على الخط بولد ايتاليك اندرلاين الى اخره، ايريال، انواع والوان. فانت ممكن تكتب الشيء اللي بدك اياه وتعدله هون، ونفس الشيء لهذا الكلام وتعدله. طيب وهاي الزر عنده ايديت، فشوف لو تيجي تعمل ايديت شو بطلع عندك. ممكن تغير الاسم تبعه. اوكي
ممكن هون تكتب شيء ثاني، زر ثاني وتضيف وتلعب بخصائصه، بدك شيء اياه، بدك اياه مثلا ريدايركت يو ار ال وديك على صفحه ثانيه الى اخره. تعديلات عديده جدا ممكن تعملها على الازرار من هون. التمبلت القالب ككل، ممكن اختار قالب اخر، شوفوا كيف بتغير and so on. طيب هاي نقطة مثلا. السيتينجز هي نفس الصور اللي اخترتها قبل شوية وتفاصيل للباك جراوند. طيب اوكي هاي نقطة. الان في عندك هون edit header، لاحظوا الهيدر اللي هو الجزء العلوي. لو جيت على edit header هون شوف بقول لك طلعوا هاي الشغلات الموجوده. هلا شو فون نمبر بالاخضر فعال لانه هيها هون، شو ايميل مش فعال، لو اجي اكبس عليها حط لك الايميل. فهو بتفعل شغلات كتير انت بدك اياها تظهر في الجزء العلوي من هاي الخانه. طيب هاي اللي قلنا عنها مثلا edit header. edit structure، edit structure شوف شو راح يصير عندي هون. انتبهوا اخترت هذا النمط، غير النظام، طلع ما كان في عندي خلفيه وراء، كان عندي خلفيه وراء الهيدر. لو جيت اخترت هاي شو عشان عندي نفس المبدا بس القوالب بتتغير، يعني كقالب كلي، يعني كقالب كلي بتغير. طيب رجع عندي شايفين باك جراوند كيف تمام، وفيك تغير اللي بدك اياه حكي هاي الشغله. الان شوفوا هون عندك هاي الصفحات الديزاين، هون ممكن يوديك على الكلر، على الفونت، على الهيدر، على الفوتر، نفس الشغلات اللي مرينا عليها قبل شوي. اوكي الدومين، حتى انك تشتري دومين للموقع اذا حبيت تنشره، او ممكن تيجي تعملها من ببلش لما تيجي تنشر منهم. طيب انزل هون تحت برضو هاي الصورة ممكن تعدل عليها، ايديت تختار صورة تانية، تختار هاي مثلا، شو ما بدك تعدل عدل. هاي ايديت، او من هون تيجي تعمل لود ايمج، ممكن تجيب صورة هنشوف شو بطلع لنا، تعمل كلوب فلتر الى اخره، تشوفها بالعرض الطول الى اخره. طيب يعني التعديلات البسيطة اللي الكل بيعرفها. اوكي مثلا هاي كنسل، هاي مثلا نعملها لود للصورة مثلا. هذا الزائد، هذا الزائد هذا اضافة سكشن جديد، سكشن جديد اسمه بوكا تيبل. يعني انا اوريدي لما كنت فوق انا على هوم، لو رحت على بوكا تيبل بنزلنا للسكشن الثاني. نفس المبدا، كل شيء له تعديل يا جماعه، كل شيء له تعديل، كل شيء له ايديت، تغير النص، تغير الكلام، تغير العناوين، هاي كلها شوف ايديت هون بهذا البلوك. ممكن تضيف صوره، ممكن تخلي عندك كمان النص هون يتغير، العناوين تتغير الى اخره، زي ما هي بالصوره الموجوده عندك. فكل شيء في هذا البلوك قابل للتغيير. وطبعا البلوك اللي فوق برضه كمان له ايديت، وتشوف شو مكتوب، وتشوف عناوين، وتضيف صوره الى اخره. يعني انت لما تيجي تصمم موقع بهذه الاليه بس كل ما عليك كليكس يعني فقط لا غير. اوكي خلينا نقول عن قصه الزائد هاي، بدي اضيف بيج جديده. انا اتوقع عندي الاباوت وعندي الكونتنت بس ما عنديش التيم، فلو اجيت حبيت اضيف هاي التيم، طبعا هاي الكاتيجوريز تكست كونتاكت شو ما بدك تضيف ضيف. يعني خلينا نقول دو نوت فورجيت مثلا، لو عجبتني هاي برومو لو ضفتها شوفوا كيف راح تنضاف. ها شايفين يا جماعه راح تنضاف عندي هون بالنص، وبرضو كمان هاي البيج قابله للتعديل من كل النواحي. لاحظوا حتى هذا البلوك قابل للتعديل، لو اجيت حبيت تعدل هاي ايديت اسمها تغيروا، التايتل، الديسكربشن عنها، الصوره تغيرها، كل شيء قادر تسويه، كل شيء قادر تسويه. هاي بريفيو للويب سايت، لاحظ او هاي البيج مثلا، هاي بريفيو لهاي البيج، لاحظوا كيف؟ يعني خلينا اسكرها، حتى السعر بتغير عندك، حتى السعر بتغير عندك، وبتعمل سيف الى اخره. القضيه ما فيها انه يا جماعه هذا الموضوع جميل ولطيف، وبتختار الويب سايت اللي بدك اياه تحت المسمى والنوع اللي بدك اياه، وكلياته طبعا قابل للتعديل. لو اجيت هون مثلا بدك تيجي تعمل ببلش على فرض، ار يو شور، نقول له يس. طبعا بقول لك هاي الدومينز اللي هي الاسماء الافيلبل، وساعتها بتنتقل لخطوه اللي هي الدفع الى اخره، الدفع الى
اخر شيء. موقع حلو بصراحه، رائع جدا، بمكانك انك تصمم يعني اتليست لاندنج بيجز، اتليست لاندنج بيجز، جميل جدا. هذا الجزء الاول. في جزء ثاني راح نتكلم فيه عن موقع ثاني نفس المبدا باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب انه يعجبكم الفيديو. اتمنى تشتركوا بالقناه ولا تبخلوا علينا بلايك وشير. تحياتي لكم جميعا.